حاس حالي مو بالحديقة، حاس حالي بالبيت. أنا حاسس حالي إنه صحني بده زيت. دللوها بالزيت، هاد دللوها هيك هيك. حتى على السيران جايبة كمون أمي. يسعد لي صباحك. صباح النور حبيبي. يسعد لي صباحك يا عمري. ريحة القهوة معبقة معبقة بغرفتي. أنا دغري هيك بحط القهوة مشان تشم ريحتها وتفيق. جيت عريت القهوة، نفيت عريت القهوة أساسا. أنا بعمل هيك مشان فيقك. هلا أنا وياك الصبح قديه بنشرب من هاي دولتي. دولتين احيانا ثلاثه احيانا ثلاثه انا وياك هي هي ايه وساده حصرم ايه وساده ما بنحط سكر. اكتبوا لنا انتم بتحبوا القهوه ساده ولا بسكر؟ هي اصولها ساده. لا اي ساده نحن بنشربها. شو هذا كله يا صباح الكركبه؟ بري ودوله ومملحه وزيت وزيت وزعتر وصحون، شو هالكركبه هي كلها؟ ناويه لك على نيه. نيه شو؟ ناويه افطر بالحديقه. بالحديقه ما نفطر؟ ايه. ليش ما نفطر بالبيت؟ شو بالبيت بدي غير تغيير جو. ايه نغير جو شوي من السلة، وبيلعب ايدين دايق خلقه ومن السلة شوي ناخد زيتونة كمان، نلعب انا وياك بالطابة وناخد زيتونة حرام بتشم الهواء. بس الفكرة كل هالكركبة اللي عملتيها شو بدنا نفطر هنيك؟ انه نفطر حواضر. لا امل قلبي من الحواضر، يعني طالعين وطالعين بنقعد بالحديقة، خلينا ناكل شي اكلة. شو بدك تفطر؟ بما انه اليوم الجمعة شو رأيك روح جيب فول؟ فول ونص كيلو مسبحة ونص كيلو حمص ايه؟ وتبلينا فول ونقعد هنيك وناكل مع هالخبز المشروب. بس بتروح بسرعة وبتجي بسرعة. ماشي هو على السريع ما بتطول، يعني بتمهيصة هون وهون بالشارع اللي بالعادة يعني. ايه بتمهيص انت هون وهون وهون، تشتري بدري شو بتشتري بدري شو، بتوقف هون بتوقف هون، بعرفك. لا خلص ما رح طول. ايه خلص يلا روح جيب لي فول. صباح الخير بابا. اهلين حبيب قلبي. صباح الخير. يسعد لي صباحك. اهلين سهلا. هم جاي اقول لك شغلة، انا امي عم تفن لها فنة. خير ان شاء الله، هي كل يوم عندها فنة شكل. حذير وين بدها تروح؟ يا لطيف الالطاف. قال بدي انا نروح على الحديقة ونفطر هنيك. وليش ما بنفطر هون؟ شو صاير علينا نحن؟ والله هيك قلت لها يا ابي. قال لا بدنا نفطر هنيك. يا حبيبي على الفنات تبعاتها، هلا بقعد انت على الاغراض وروح لهنيك. ايوه هذا اللي يصير. شو هالقصة هي تبعها؟ خلص هو لا 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 بقول لك ابي بنفطر هون وبنمشيها. والله ما اضطرينا مشوار لهني. قال ما القلبة بنفطر بالبيت، قال افطر مكان برا. يعني هلا هنيك رح نفطر برا غير اكل؟ غير اكل. لا حول ولا قوه. لا زير شو؟ قال بداني نروح جبله فول وحمص مسبحه وللتبلو ونروح ناكل. منيح اللي قالت لك اكلك مولي. يعني بدك تعمل سيران يوم الجمعه. ايه هلا بتقلي روح جيب خبز، تركني اسمي لابس وجاهز انا. بس انت وين رايح؟ شايفك لابس صحيح. ايه انا كنت انزل على الجامع. ايه خلص معناتها انت وراجع من الجامع بتجيب لنا الاغراض. يا حبيبي لا ابي روح جيبهم انت. لانه هلا انا بين ما اروح على الجامع وارجع بكون ما بتلاقي الاغراض بدك اياها. هيك قلتها؟ ايه. صباح الخير ايدين. صباح النور. كيفك اليوم؟ منيح. شو عم تلعب اليوم؟ شايفك عم تلعب من الصبح. عم بلعب جي تي اي. شوف غرفته ما احلاها، احمر وسيارات واتخذ على شكل سياره. ايدين غرفتك احلى من غرفتي بكتير. لانك انت كبير، من شان هيك غرفتك مو كتير كتير حلوه. مين كان مثلي هيك انا وصغير لما في من النوم مثلا بيوم العطله نقعد على الكمبيوتر نلعب او نتفرج على التلفزيون او على افلام كرتون. يلا يلا قوموا حاجه صباح الخير. شو هالنوم هذا كله؟ لا بتتاوب كمان. شو حماده؟ يلا قوم كابتشينو. شوفوا شو كسلانين. قوم نروح على الحديقه. قوم روح معنا. ما بدك تاكل فول؟ شلونك امي؟ تاخرت عليك شيء؟ كثير طولت لك امي. امي شو كثير طولت؟ امي اليوم الجمعه العالم فوق بعض عند بياع الفول. هلا حتقدر تجيبهم؟ عم تمهيصها هون وهون 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 عند هذا البياع وهذا البياع وهذا. لا والله شو جبت لي؟ ورجيني. خبز مشروح. اوه سخن سخن لساته هلا طالع. ايه هذا مع الفول. يا سلام. غير شكل. شو جبت؟ والفولات وحمص. اللي حمص ايوه. يا سلام. هلا بيان شو جاهزين؟ سخن الفول عم يغلي. ايه سخنين كله سخن. كله سخن. يلا يلا خلينا نروح. يلا قوام. يلا امشي. خليني ساعد امي بتجهيز الاغراض لانه هلا امي اذا جهزت لحالها ما بنروح للمغرب. هذا اول شغله لازم تاخذوها معكم بالسيران. هي طبعا يا جماعه خزانه الكراكيب، هون عندكم كل شيء شغلات غير مرغوب فيها بتحط هون. الغاز المتنقل هذا اساسي بالسيران، مشان شو نعمل هالشاي وهالقهوه. شوت ايدن شوت. هاي باص. لا بالبيت يا زلمه. امي لا والله ما لك. لا والله لا مشان السيران. عم ضب لك الاغراض. ضب لي يلا ضب لي. شوف تركني ايدك وضب حبيبي. خلص وينك بنلعب بالحديقه. طيب يلا بالحديقه ضبوا هلا. يلا ماشي. بعدي زيتوني خليني صور لهم الاغراض. لك شو عم تشمي. اهم كم شغله يا جماعه لازم تاخذوها معكم كل سيران، اهم شيء المده طبعا، ومحارم عطره ومحارم عاديه خصوصي اذا بدكم تفطروا او تتغدوا او تاكلوا هنيك، وشنطه مشان تحطوا فيها الاغراض. يي كابين المي
امي تعي شوفي شو كابتشينو شو عامل؟ والله ما في غيرك هون لانه هذا هو المذنب هذا يا العزا يا العزا. شوفي 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 كابي لك التراب برا وكابي لك المي. والله هلا نظفت البرنده وحيات الله هلا نظفتها. شو الحل؟ والله امي هذا كابتشينو ما في غيره ليكو ليكو لانه هو الوحيد اللي قطه جوا. هرب 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 لحقيه قوام. شو ماما لك امي حيقدن المغرب لهلا ما خلص يضل؟ يلا خلصت. والله اغراض كثير هدول كلهم بدي احملهم؟ كلهم بدك تحملهم. انا وابي؟ انت وابوك. واخيرا وصلنا على الحديقه يا جماعه. شوفوا لي التجهيزات اللي جهزناها انا وامي. هالمخلل على شويه زيتون اخضر، زيتون اسود، جبنه. امي مو مخليه شيء بالبيت مو جايتي، شو هذا امي كله؟ بس في هواء قوي كثير هون. دور مرتب يعني. ما في شمس ومو شرب، الهواء كثير حلو. ايه هوايات حلوين حلوين. يلا ماما شو نعمل اول شيء؟ يلا ماما شعل الغاز نسخن فولات. يلا جايبين الغاز معنا كله جاهز. خذ ماما حطها على الغاز. شوف الفولات. نزلي هالحمصات لقلك. شو ابي شعلت؟ شو شعلت لك ابي؟ والله يا مع يا هيك سيران معكم يا اما بلا والله كلياتنا جعنا. تبي نحن المفروض نكون ساعة ونص ساعتين أكيد. لازم نكون نكون فطرانين من شي ثلاث ساعات يا جماعة. امي ضلت عم تجهز بالغراض شي ساعتين ثلاثة اساسا بدهم كل هالتجهيز. شوفوا شوفوا يعني كل هالشغلة مشان تقعدنا بجنب البحر اللي على جنب هني كلنا. والله شوف لي هالمنظر ما احلى. انا شو رح اعمل لكم صحن مسبحة مرتب. انا عم خلك الفولات مشان ما يحترقوا. امي شو عم تساوي؟ عم بفرم بندورة للفول. هلا بدي اعمل لك صحن مسبحه لا في قبله ولا في بعده. ايوه لطيف. شلون يعني لا في قبله ولا في بعده؟ رقم واحد هاد. انا بساوي احسن منه. هلا بنشوف هلا بنشوف. اول شيء فاضي انا محرك الفول لو فاضي كنت ساويته. اول شيء بنفرد المسبحه هيك على جنب بعدين هيك. تحط لنا حمص على وشها؟ بدي احط لك لكن ما بدي احط اجباري الحمص. شوفوا لي هالصحن ما احلى. شوفوا له هالصحن المخربط المخربط. شوفي شوي شو بنحط له هلا مع الوش شويه كمون. ما جايبه كمون؟ جايبه كمون. ليكو ليكو ماما حتى على السيران جايبه كمون. ايه جايبه كمون. شو بدنا نحط عليه هلا؟ اهم شغله عند الشوام الكمون. هيك رشه كمون. هاي الزيتات تبعتنا. هي الزيت امي لاففته من فوق مشان ما يكب ماما. مشان ما يكب. قبل ما تحط الزيت حط لنا كم حبه حمص شوي. لك لعيونك لعيونك عمي ابسامه لعيونك بالنص. يا عيني عليك. قلت لك بدي اعمل لك صحن مسبحه لا في قبله ولا بعده. شويه زيت. انا هلا حاعمل تتبيله الفول. هلا هون ليمون حاطه بس ليمون وجايبه خل معي يعني هيك. امي شفتك انت عم تحطي توم. ايه توم. ايه توم. ليمون وتوم. ايه هي توم ليكو. هذا التوم اللي دق لي اياه حموده ليكو. ها شوفوا هذول دقيتهم بفيديو الحراب اصبعه. هذول ايه عبيتهم بطرميس وحطيتهم بالفريزر. هذول التومات اللي دقيتهم وزادوا هلا بتستخدمهم. هلا هلا بدي احط للفول كله على اساس تفرزهم. هلا ملح قد ايه كترت؟ هلا ملح انا ما بحب الملح يعني ربع معلقه. هون يلا بركه. هون ليمون وتوم وخل وملح. تمام هي تتبيله الفول. والبندوره؟ البندوره جاهزه لك. وهي البقدونسات جاهزين جهزتهم من البيت. مو خلي شيء وجايبته يعني. ولا وحده ناقصه ولا شيء. هاي البقدونسات شوف مليف خاصلتهم ناقعتهم بالبيت. ها ليكم هاي بقدونسات. وهي بصل جبت لك بصله. انت بعرفك بتحب هاي البصله. بدون بصله مع الفول ما بمشي حالي. بعرفك بتحب هاي البصله. بصل اخضر وفجل ونعنع. نعنع ايه وغسلتهم بس هلا هيك حطيتهم يصحصحوا شوي دبلوا من الكيس. قول اذا ما في حباشات ومعهم طيب. امي خاسلتيهم بالبيت عم تغسليهم هون؟ ايه ايه نعتهم يصحصحوا شوي. انتم مفكرين انه جايين لحالنا لهون وتاركين زيتونه بالبيت ما هيك؟ لا غلطانين. زيتونه كثير كثير جبانه كل ما نجيبها على الحديقه ما بتطلع من الشنطه تبعها ابدا. بس هالمره ما جبناها لحالها، هالمره جبناها هي وابنها مشان يغيروا جو يشموا هوا. بس طبعا ما بدهم يطلعوا. حاولت طلعها ما قدرت. بركي هلا بعد شوي بطلع لكم اياها تشوفوها. بين ما يجهز الاكل نلعب طابق انا وايدن. هات لشو شو تعبت شايفك لسه هلا بلشنا. طول بالك لسه هلا بلشنا. لك امي شو صار بالاكل؟ بين ما يسخنوا الفولات انا حضرت ابريق الشاي. خلينا نشوف امي شو صار معها. شو صار معك امي؟ يلا بدي تبل الفول ماما. عم بستناك انا. هافه ريحه الفول بالحديقه كلها. ايه فعلا. شيلهم امي ولا لا؟ يلا هاته. شوف انا ما بخلي مرقه بالفول. ودي تبله هيك. ما بحب مرقه الفول. يا عيني امي جعنا. يلا وهلا حنتبل الفولات. كل شيء جاهز صح؟ واخيرا هي كمون مشان الفول. لك ايه اسخي اسخي نزلي. كلهم بدي احطهم ماما انا كلهم بس كلهم. مشان خليط. هو على فكره ما في غير التوم والحمض بجيب طعمه الفول. هذا توم وحمض وملح وخل وخل وزيت. طبعا هو بيتخلط هيك عشان كله ياخذ من بعضه. خليني انا زينهم امي. ما في تزيين ما حخليك تزين. روح عنا. والله ابي جاع. شوفي شلون قاعد ابي.
جاع 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 بس ما اطري مع الحكي. في فرق بين هاي البقدونسات البقدونس كمان في فجل انا بس نسيت المبشره. هلا شر له شره زيت وهلا على السكب. جاهزين يعني يلا على الطعام. واخيرا تفضل يا حمو. تفضل يا حمود متنا من الجوع. وهي خبز صاج هذا اهم شيء بدي اورجيكم اياه. والفول مو طيب الا وخبز الصاج جنبه. يلا تفضلوا. شوفوا لي هالصفره اللي بتاخذ العقل. حاس حالي مو بالحديقه، حاس حالي بالبيت. انا حاسس حالي انه صحني بده زيت. امي شو مشان انا ليك كثرت له ليك حاطين له ست معالق لابي ما قلنا هات لحط لك يا علينا شو بيتنا دللوها بالزيت دللوها هيك هيك مشر لي زيت الي كمان بطريقك. يلا هيك حاجه يي حاجه شرب بقى بلا مزه متر الزيت بدي حقه لك ست ديراني. يلا تمام خلص حاجه كمان سلم ايدك. ما بدك تاكل فول انت كمان؟ وايدن بدك فول؟ اسكب لك تيتي؟ شو تاكل؟ سلم ايدك. اكل جبنه هو، شو هالفولات يا ابو حميد؟ غير شكل. ايه والله الله يسلم ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. والله النعناع حاطين النعناع باخر الدنيا. عيني على الفولات وزرافة. كل بصل وانسى اللي حصل. احنا ماما يوم الجمعه ما بنفطر بكير. من زمان احنا حتى. ماما اكلنا بالاخير. عن جد؟ حتى احنا لما كنا بسوريا ما نفطر بكير. شو بحالك برمضان؟ عن جد لو صايمين الصبح كنا هلا افطرنا. لا ما قدر المغرب بكير. لسه ما قدر بلا سلبي حموده. ما في جيران لهم تفضلوا تعالوا كلوا معنا. شو بدي هالقعده هالاكلات مع هالميات هذول. يا الله شو حلو المنظر بجنن عن جد. منظر بياخذ العقل والله. عم ترعبني ما؟ على طول بترعبني. لا اجينا اجيت لحتى رعب جدي. يا ويلي اذا بترعبني يا ايدن لحطك على هي الشجره. اكثر من مره لعبت. اعطيني بوسه ابو شيني. اكثر من مره لعبت. احلى ايدوني بالعالم. مليون مره. تعلق لك تعلق. رعب عمك بدون ما يعرف. هلا اذا الواحد هون بياكل مرقده هون انا من رعبتني فكرت قطه. اذا واحد هون بياكل مرقده على هالمنظر هيك وعلى هالشيء حلو بياكل مرقده والله عن جد. بس انا ما بقدر اكل مرقته. بفوت بالصحن المسبحه من هون لهون من هون كل هيك مش بارد مو من النص والله. في طلعت لكم زيتونه من الشنتايه هي وابنها. شوفوا شو خايفه. شوفوا طلعت لفت حواليها ومفنجر عيونها. يا حرام شو خايفه. شو ايدين هذا شو اسمه هذا شو سميته انت؟ سميته وايتي. اي اي شو ايدونه بيطلع لفوق وينزل من النزله هيك لاخره. ايه صار بدها كاسه شاي بعد الفولات. هالمنظر على الميان. ايه والله يا جماعه نحن عم نحضر الفواكه والحلو والموالح. ابي ما استنانا صب كاسه شاي لحاله وقعد عم يشربها. اه الشاي جاهز. شو ما بده يصير فيني مثل ما صار بالفول. ايوه ما بدك ياين هذا الموضوع. لا 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 خلاص صب شاي جاهز. شو عم تعملي ماما؟ بدي طعمي زيتون امي حرام. تعي خي خي ابو شيني ابو شيني كلي. بسم الله عليكي حرام جاعت. وابنه جاع يمكن. ايه وجايبه لابنه. جايبه اكلاتها واكلات ابنه. ابي شلون كان رايك بالاكل؟ الله يسلم على ايدين يا رب. يعني صبرنا صبرنا ونلنا. ايه لا فعلا اكله طيبه كثير. وبهالجو هذا وهالميات وهالبحر هي شو بده احلى من هيك الواحد. والله الجو بياخذ. هلا نحن قاعدين بحديقه بشاك شهير. هي اشهر حديقه هون ببشاك شهير. هي ابي اعطاكم العنوان اذا حابين تجوا. هي حديقه الشعب اسمها هيك ابي. ايه حديقه بشاك شهير من ليت باشسه بالتركي. أي. شو ماما شايف بلشتي بالبزرات وكاسه شاي انت وايدن عمينكم تحكوا على ايدن. انت وايدن رح نحكي على ايدن كيف صرنا. انا بدي احكي على ايدن. ايوه لك على ايدن. انت ايدن هي هو تاري ايدن. كثير عم يسالوا على ايدن هو مين بيكون. هو ابني الكبير ابن سامر. يعني المدرسة تبعته ناح بيتي أنا قريبة على بيتي كتير فأنا خليته عندي وبتونس فيه. بتونس أنا ويا ما تيتي. إيه وأحيانا برعب تيتي وأحيانا بيرعبني وأحيانا بيعاونني بالبيت بضب لي الصالون صح؟ إيه. بتتذكر لك أبي سيرانات الربوة وقت كنا نطلع ناخذ هالمصطبة ونقعد بالمصطبة نمد هالمدة ونحط البطيخة بالبحرة. والله مستغرب أنا شلون أنت متذكر يعني. هو أنا كنت صغير يعني بس متذكر يعني. صغير يعني. ايه. كل اللي عمرك سنتين ثلاث سنين يعني. وأخذ لك صورة أنا هنيك بالغوطة قد البطيخة. ايه بتذكر صور انت والبطيخه بجنب بعضكم اخذ بطيخه شي 15 كيلو كيلو. يا جماعه في عندي صوره صورني اياها بفوق البطيخه ما في قد البطيخه بالضبط. كان عمرك 8 اشهر.
ايه قعدناك فوق البطيخه. يا جماعه لا تدقوا علي، ما فيني اطلع على الكاميرا، الشمس جايه بخلقتي. ابيض اشقر عيون زرق. ايه ابيض اشقر عيون زرق. عشان هيك امي ليش عم كسري بمقاديفي؟ عم اقول لهم ابيض اشقر عيون زرق، والله ما عم كسر. اه قصد عليك. ايوه العب. عم اقول لك ابيض اشقر عيون زرق، والله ما عم كسر. قصد علي مو عليك. هلا بدنا نبورد على هالشوبات. تفضل ابي. اي والله يسلموا ايديك. الله يخلص لك. جايبين لهم ثلجة حاطينها تحت البطيخة مشان تضل باردة. لا باردين والله. محمد شو؟ محمد. شو؟ ايه؟ سويت قهوة. حاجتك لعب. هلا مو وقت القهوة لك امي، وقت الطابة. ماما تعي سويت قهوة، حاجتك لعب. يلا جيتك. امي حتى فنجين جايبة. شو اشرب لك قهوة بكاسة كرتون؟ بكاسة كرتون؟ ما بحبها انا. شوفوا يا جماعة امي جايبة طعم الفنجين تبع بيتها. ما بحبها انا. كامل، مو ناقصة شيء، صحون وصينية والفنجين. شو اشرب لك بالكرتونه قهوه؟ مو مخليه شغله مو جايبتيه على السيران. هذا الوش تبع وش مين؟ ها وش حموده؟ هاك وش حموده. شوفوا هالوش ما احلى، هذا وش حموده. ما خليتي انت كل شيء. اي على فكره، ها شوف ابي اخذت ثلاث ارباع الرغوه حطيتهم بفنجانها. فنجاني انا دعمت فنجان. دعمته ليك دعمته بالرغوه. مو عادي يعني. تيتا بجد يعني ما بنزحين يدوا القهوه. لا يي 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 حياتك ما شفت. سمعتوا قال بده يشرب قهوه ايدين بيطلع لك شوارب. هذا الفنجان للمصور ما؟ هذا للمصور. ما هو الفنجان للمو دائما المصور ما عم نحط له شيء. ابدا ما له مدعوم. وانتم اكتبوا لنا بالتعليقات كمان شو بتاخذوا معكم لما تطلعوا سيران. شايف هذيك السجره؟ ايه. ابو الرود احلى من هذيك السجره. احلى من السجره؟ ايه. كتر خيرك. مين ابو الرود؟ سجرة؟ سجرة ولا شجرة؟ يا جماعة بتحداها لأمي تقول كلمة شجرة، هي قدامكم، قولي شجرة. شجرة. سجرة. شجرة. 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 ما بتزبط. ما بتطلع معها. شجرة. أيدن شو؟ شجرة. شجرة. شجرة ولا سجرة؟ شجرة. كبت القهوة، دلقت القهوة. هي الدولة ما تم موصل. دلق القهوة خير معلش. عن جد ما كان ناقصنا بالقعدة إلا فنجان القهوة. إيه والجو حلو والله كتير. نحن بنتمنى لو أنكم كنتوا معنا بهالمشوار هذا الحلو. فعلا. إن شاء الله يعجبكم هالفيديو هذا اللي تصور على القناة الجديدة تبع حمودة. بدنا نختم معكم الفيديو بس الشمس جاية في بخلقتنا. ما عم نقدر نطلع على الكاميرا. فبنتمنى إنه يعجبكم هذا الفيديو واكتبوا لنا بالتعليقات إذا بتحبوا هي النوعية من الفيديوهات، إنه نصور لكم برا نعملكم سيران برا. شو رأيك أنت أمي؟ كتبوا لنا هن إذا بدهم يعني الأسبوع الثاني نعمل هيك شيء فطور أو غدا يعني. وإذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك، حطوا لنا تعليق، واشتركوا بالقناة. يلا باي. يلا باي. أمي حطوا لنا لايك وتعليق واشتركوا بالقناة. يلا قوليها. واشتركوا بالقناة. مو اشتركوا. اشتركوا.